دلوقتي احنا في فصل الصيف، موسم الافراح والمناسبات والسفر والبحر والشمس والميك اب، وكل البنات دلوقتي مهتمه جدا انها تتعلم ازاي تعمل ميك اب لنفسها، كله متابع الترندات الجديده اللي بتظهر على السوشيال ميديا وبيحاولوا انه يقلدوها ويعملوا زيها بالظبط. ضيفتي النهارده ضيفه مميزه جدا، هي مش بس خبيره تجميل، هي كمان فنانه ورسامه وبلوجر. اسمحوا لي ارحب بخبيره التجميل ساره بدر. ازيك يا ساره؟ ازيك يا رب؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله، منوره الدنيا كلها. انتي منوره والله، مبسوطه اني معاكي النهارده. حبيبتي يا ساره وانا كمان. خلينا نتكلم بقى عن اللوكات الجديده اللي ظهرت الفتره الاخيره دي على السوشيال ميديا، وكل البنات بتحاول ان هي تقلدها وتعمل زيها. بصي، هو انا عايزه اعلق على النقطه دي، انه مثلا طلع ترند انا لازم اشوف هل هو بيناسبني ولا لا. يعني صح. مثلا طلع طريقه شائعه جدا وبداوا البنات يقولوا ان الطرق القديمه غلط. اوكي، انه بدل مثلا ما كنا بنعمل الكونسيلر مثلث، لا بنحط نقطه هنا وبعدين نسحب خط كده. دي انتشرت جدا. عايزه اقول لك ان هي ما تناسبش ناس كتير فعلا. فبداوا البنات يطبقوها. لا، انا لازم كده لما اشوف ترند اقف واسال نفسي هل هو يناسب وشي. أوكي. يناسب ملامحي. يعني الطريقه دي بتعرض منطقه الخد من هنا. ساره، هي دي الصوره بتاعته؟ يعني دي الطريقه احنا بنشوفها فعلا كتير يا ساره الفتره دي. الطريقه دي فعلا منتشره جدا جدا. أوكي. بس الفكره هي مش وحشه ومش غلط، ولكن ده ما يمنعش ان الطرق الاخرى كمان مظبوطه. اللي بيحدد ده الشيب بتاع الوش بتاعنا والملامح. أوكي. فانا بختار الطريقه او الترند على حسب ملامحي انا واللي يناسبني انا. دي اهم نقطه. دي انت كويس ان انت قلتي النقطه دي، لانه احنا كلنا دلوقتي بنعملها الحقيقه. انا بشوف لما تطلع ترند كل الناس تطبقه، طبعًا. سواء بقى لايق على الفيس شيب ولا مش لايق بيطبقوه. انت عارفه المشكله في ايه؟ ان لما حاجه بتطلع ترند بيغلطوا الحاجه اللي قبلها. ايوه، دي مشكله كبيره جدا. فتبدا الناس تبطل اي تكنيك او اي حاجه قديمه رغم ان هي كان ممكن تكون مناسباهم ويعملوا الجديد. اوكي، احنا بنعمل كده ايه في حاله ايه مثلا لون طلع جديد، ده لون تريندي وموضه نجربه مفيش مشكله. على الرغم انه برده لازم اشوف هيناسب السكين تون بتاعي ولا لا. لكن لما يبقى فيه تكنيك، لا، هو الميك اب زي الرسم، مدارس كتير قوي وتكنيكس جديده. اللي بيحدد بقى هتبع اي تكنيك هو ملامحي والفيس شيب والحاجات دي. فهنا مثلا الرسمه بتاعه الكونسيلر اللي طلعت موضه دي، لو حد هنا خده عالي او عريض هيدي هنا، هيعرض وهيملى المنطقه دي بزياده. احنا الصوره هي معانا. هتعرض المنطقه دي. يعني شوفي تحت الايلاينر. اوكي. المنطقه دي هتعلى. هتعلى معاها. اوكي، فبيناسب ناس كتير فعلا. ولكن لو حد المنطقه دي عنده عاليه هيعليها بزياده. أوكي. هيخلي شكلها كده مش لطيف. انما لو منخفضه او مش باينه، ما فيهاش فوليوم يعني بالزبط. تبقى حلوه معاها، تبرزها اكتر. لذيذه جدا بالظبط. اوكي. طبعا ده مش بس في الترند دي، في ترندز كتير جدا. الحواجب يا ساره من الحاجات المهمه جدا وبترسم الوش. بس هقول لك على حاجه. احنا قعدنا لحد 2017. دي حاجه برده خلتني او كانت بتخليني بعرف اتنبأ شويه بالترند اللي هتطلع موضه. اوكي. ايه بقى امتى بنطلع موضه او حاجه تطلع موضه؟ لما نقعد سنين كتير قوي بنطبق حاجه معينه، تعرفي ان عكسها تماما هو اللي هيطلع ترند. صح. يعني احنا قعدنا لحد 2017 الحواجب البولد. اللي هو اللوك اللاتيني ده، بيسموه لوك لاتيني. الحواجب بولد قوي ومرسومه متعبيه من اول الحاجب لاخره. اوكي. قعدنا لحد 2017 كده. دلوقتي المنتشر ايه اكتر حاجه؟ الشعره شعره. الحواجب المفرغه اللي هو التكنيك التركي. بس هي دي احسن يا ساره بتهيألي، وبعدين تيجي على الناس كلها اكتر. وقت بقى 2017 وقبل كده كانت الثانيه افضل. يعني أوكي. مستحيل كان حد يطلع من البيت حواجبه مفرغه دي. ده حقيقي. يعني اللي هو لا، انا لازم اعبيها. فده بقى اللي بيحدد بقى الموضه، الترند ده اللي ممكن نتبعه. نغير في حاجات بسيطه، لكن حاجات تعمل لنا ديفو. اوكي. دي لا، لازم كده اقف كده انا ابص لنفسي في المرايه، ايه الحاجه اللي انا محتاجاها؟ لازم تكون لايقه على تدويره الوش. الشيب. والملامح كمان. والملامح. يعني برضو اكتر حاجه البنات بيغلطوا فيها ويبعتوا لي دايما مش عارفين نتعلم ابدا، حاولنا مرارا وتكرارا نتعلم الكونتور مش عارفين.
بيبقى صعب لان الكونتور مش فكره مش في الصعوبه، الفكره في انه تفاصيله كتير وتعمل له كميه توتوريالز لخبطت البنات خالص. الكونتور عامل زي التفصيله رسم، انت بترسمي حاجه مناسبه ليكي ولا لا، تفاصيله كتير. فاتعمل توتوريالز كتير وبرده اتعمل زي حركه الكونسيلر كده، انه طريقه الكونتور الجديده دي الاصح. لا هي مش اصح، هي ناسبتك وصح معاكي، بس ممكن مع غيرك لا، وممكن معاكي يبقى فيه كمان احسن منها. اوكي. فانت لازم تعرفي كويس الشيب بتاع وشك ومن خلال كده تحددي اي طريقه كونتور هتناسبك ويليق عليكي ايه بالظبط. عشان كده في بنات كتير لما بيقعدوا يعملوا الترند اللي طالع، هو انا شكلي مش حلو ليه؟ ليه مش ظابط حاجه غلط ليه؟ هو انا مش شكل الموديل ليه اللي، أيوة اللي بتعمل؟ ايوه، لان هو مناسب الملامحها، مناسب الاستراكشر بتاعتها. برضو اكتر حاجه كونتور الانف. كتير جدا حفظوا ان كونتور الانف لازم يبقى خط كده، مع ان ده لو انت اصلا انفك طويله هيطولها بزياده. اوكي. فانا لازم اعرف ايه المشكله اللي عندي او ايه الحاجه اللي انا مش حباها وحابه اغيرها، وهو ده بس اللي اعمله. اوكي. يعني مثلا الانف العريض ده اللي ممكن اعمل معاه الحركه دي، ان احنا نطول بالكونتور، نطول لما يكون عريض. أوكي. لكن لما يكون وقصير برده الحركه دي تنفع جدا مع الانف القصير، في ناس انفها بتبقى قصيره شويه عايزه تديها طول. أوكي. فممكن تعمل كده معاها. اما بقى لو حد انفه رفيع وطويل بنعمل ايه؟ بنعمل العكس. أوكي. خطوط بالعرض. خطوط بالعرض دي مش ظاهره كتير على فكره، مش ظاهره لان كله عايز يرفع يرفع يرفع، فانت ممكن إن تكون لازم مش محتاجه ان هي ترفع. في كمان ناس، انا مثلا بالنسبه لي انا عندي هنا الانف من هنا ارفع من هنا. اوكي. ما ينفعش ابدا اطلع بالكونتور هنا. اوكي. كل اللي اقدر اعمله هنا المنطقه دي، في المنطقه بس اللي هي فيها. ليه بقى؟ لان انا لو جيت رفعت هنا ورفعت هنا هبين ان في فرق ما بين هنا وهنا، يبقى ما عملتش حاجه. اوكي. فانا بعمل بس المنطقه اللي محتاجه، اللي انت محتاجه. يعني ببساطه كده شوفي انت وشك محتاج ايه واعملي زيه، ما تقلديش وخلاص. بالظبط. بالظبط، دي نقطه مهمه جدا. طب انا عايزه اتكلم معاكي شويه، انت يعني احنا كنت لسه بقول ان احنا دلوقتي في موسم ايه الافراح والمناسبات الكتير، واغلب البنات اللي بيتجوزوا العرايس بتبقى شايله هم قوي ايه، انا لما اروح البيت واشيل الميك اب بقى ووشي يبان مش لطيف، طب هعمل ايه؟ انا ما بعرفش احط ميك اب لنفسي. فانا عايزه اعرف كده ايه الحاجات البسيطه السهله يا ساره اللي ممكن العروسه تعملها في البيت وتبان بلوك لطيف كده قدام جوزها. ما هو انا هقول لك برده هنرجع لنفس النقطه. انا محتاجه ايه؟ مشكله البنات اللي هو انا عايزه اعمل كل اللوكات. اوكي هنلعب، فهنجيب بقى مثلا ايه اللي ممكن نلعب بيه؟ الشادو، الوان الشادو. نجيب باليت واحده كفايه قوي. انت مش هتعملي 50 لوك، مش ميك اب ارتست. بس ايه الحاجات الاساسيه؟ مثلا لو عندي دارك سيركلز كونسيلر. لو انا ما عنديش، عشان في بنات بقت دلوقتي تلجا للفول كفرج فاونديشن، لو انا ما عنديش عيوب او ما عنديش بقع او تصبغات مش هحتاج حاجه فول، مش محتاجه، هجيب حاجه لايت ويت او اجيب بيبي كريم اصلا مش فاونديشن، مش محتاجاه. فانا بشوف على حسب احتياجي. هل مثلا عندي مشكله في ان حواجبي مفرغه بزياده، فهجيب جل لان الجل هيسمح لك انك ترسمي شعره شعره. طب انا ما بعرفش ارسم، هصعب الموضوع على نفسي، هجيب جل. تجيب ايه؟ هجيب شادو. شادو حواجب هيبقى سهل جدا بالنسبه لي وخفيف. ممكن قلم رفيع مثلا تتحكم فيه اكتر، القلم بيبان شويه حاد. فكشخص مبتدئ لو استخدم حاجه بشكل حاد مره واحده ولسه ايده مش واخده هيخلي الشكل مش حلو. مش لطيف. فانا بلجا دايما لاي حد مبتدئ في موضوع الحواجب الشادو. الشادو ليه؟ لان انت مش هتاخدي مره واحده كده، باخد بالتدريج، احط شويه شويه. فاقدر ان انا احطه بشكل خفيف ما يخليش الوجه حاد. اوكي. نفس الكلام مثلا انا في ناس عيونها ما بيلاقيش عليها الايلاينر، فالايلاينر مش هيكون اساسي عندي. الماسكارا من الحاجات الاساسيه. أوكي. بلاشر لازم، لان من غير البلاشر بنبقى بيل. اوكي. في ناس الكونتور اصلا مش بيناسبها. ما هو مش شرط ان انا علشان الكونتور او كل الناس بتعمل كونتور او الممثلين بيعملوا كونتور ان انا اعمل كونتور. انت كنتي قلتي لي ان في عرايس بيطلبوا منك يقولوا لك احنا عايزين حاجه كده باكج او حاجه نشتريها، بوكس كوين جاهزه من غير ما ناخده من غير ما نفكر عشان مش عارفين نجيبه. الموضوع محير برضو يا ساره، يعني الموضوع بيبقى صعب جدا. هم كمان يعني انا هجيب ايه؟ طب مش هجيب ايه؟ طب ايه البراندز؟ خلي بالك في الميك اب عامه في فئتين، هو متقسم لفئتين، دراج ستور وهاي اند. اوكي. هاي اند ده يعني انا بالنسبه لي كميك اب ارتست ده اللي بفضله بصراحه. من بعد ما بدات استخدم الهاي اند ما بقدرش اشتري دراج ستور، على الرغم ان اغلب الناس بتستخدم الدراج ستور. ولكن انا هنا بتكلم في ان منتج
البيجمنت بتاعه عالي، يعني انا باخد بس نقطه بسيطه، حاجه بسيطه قوي بيديلي بيجمنت عالي قوي. فده بيبقى محتاجاه كميك اب ارتست عشان يفضل مع العروسه فترات طويله، عدد ساعات بقى مع عرق، مع ان هي بتتحرك، مع دموع، يفضل معاها طول اليوم. لكن انت كبنوته خارجه هتقضي يوم مش محتاجه ده. فبنخلينا في الدراج ستور، في براند كتير دراج ستور كويسه جدا. اما بقى لو انا شخص بجيب الدراج ستور بس مثلا في بنات دايما الكحل يسيح منها بالظبط، وحاجه كمان يبقى انا هحاول اجيب بقى حاجه اعلى، حاجه كمان برضو الكونسيلر يخطط تحت العين. دي على فكره انا عايزه اقول لك على حاجه، ده بيتعلق مش بس بالكونسيلر، بيتعلق بيه وبالتكنيك اللي بتطبقيه بيه. حاجتين، التكنيك نفسه، الطريقه نفسها، طريقه التطبيق والبرودكت نفسه. وكمان انت لازم تثبتيه بلوز باودر، فكمان نوع اللوز باودر، ولازم الاثنين يكونوا متفقين. ما هي دي اللي كنت اقول لك عليها بقى، يعني اوقات ايه، وعلى فكره انا بقى في المشكله دي كتير جدا، دايما اللي بشرتهم فاتحه بيبقى في صعوبه شويه ان هم يجيبوا اللوز باودر المناسبه ليهم. هو دايما الباودر المناسب ليهم، الشفافه، انا بحب دايما الشفافه، مش بتغير في اللون ومش بتغير في التون، وبتناسب الكل. اوكي. وهي كمان بتبقى خفيفه فمش بتبين خطوط. اوكي. ولكن برضو نرجع لان الخطوط دي تحديدا في الابلكيشن نفسه. اوكي. يعني الطريقه بتاعه التطبيق المفروض اغلب الناس ازاي؟ طيب انا هقول لك، اغلب الناس لما تيجي تطبق حاجه ريليتد بعينيها، عينيها بتقفل او بتبص تحت. انت لازم اثناء التثبيت، احنا بنحط الكونسيلر، اي حاجه كريمي في الدنيا لازم تتثبت بباودر. أوكي. ما ينفعش احط حاجه كريمي واخرج كده. طب الكذا طبقه، يعني انت مثلا بتفضلي ان الكونسيلر يتحط مره واحده ولا نحطه كذا طبقه؟ لا، الطبقات بقى لها سنين برضو، الطبقات بقت حاجه كده فوربيدن في الميك اب، ممنوعه منعا باتا. لان زي ما قلت لك طبعا الشركات بقى في منافسه كتير جدا طبعا. فبقت كل شركه وكله تقريبا بقى يعمل ميك اب برودكتس، فكل شركه بقت بتحاول تطلع منتج تقيل وجودته عاليه وتاخدي منه نقطه يديكي بيجمنت عالي اكتر من الشركه الثانيه، فبقت كل المنتجات تقريبا فول كفرج والبيجمنت بتاعها عالي. فما بقاش ينفع انك تحطي مره واثنين وثلاثه، بيبقى مش هتعملي مشاكل، هيكلكع الميك اب، شكله مش حلو، وهيبقى تثبيته كمان صعب، وهيخطط. اوكي. وهيفصل. يفصل ده ان انت تلاقي اماكن فيها ميك اب واماكن لا، يعني يتحرك من مكانه. اوكي صح. فاحنا دلوقتي لا، ناخد كميه بسيطه بس نطبقها بالراحه. يعني في ناس انا شفتهم جدا، شفتهم بعيني، يعني بنات لما تيجي تحط البرودكت كانها تمسحها، بيحطوا كده بالمسح. كده ده دي لا، احنا بنحط كده بالطبطبه واحده واحده تدريجيا. يعني دايما بقول لهم خدي وقتك. اوكي. انت مش مستعجله، خدي وقتك بالراحه، حطيه بالراحه لحد ما مع الوقت هتبقي سريعه. في الاول هتحتاجي انك تمشي خطوه خطوه، حتى في وضع الشادو ما ناخدش اللون ونحطه على طول كده مره واحده طبطبه، نحطه بالراحه ونرجع تاني ناخد ونحطه كده تدريجيا، ما نجيبش كثافه اللون ونحطه مره واحده. أوكي. هتبقى خلاص هتحتاس فيه، مش هتعرف تدمج، مش هتعرف توزع، مش هتعرف تعمل اي حاجه، هيعمل زي بقع. دي مشكله كتير بيقع. لا، احنا بناخد الفرشه ناخد حاجه بسيطه نخفها ونوزع ونوزع، ايدي تبقى خفيفه. يعني ما بتبقاش ايدي لمسه بشرتي بشكل تقيل، لا. أوكي. تبقى كده من على يعني من بره كده، من حاجه، وارجع تاني عايزه اتقل اللون اخد شويه كمان وازود تدريجيا. كمان في الكونسيلر نفس الكلام، بحط واحده واحده، ولما اجي اعمل بلند اعمل بلند بالراحه كده. من الحاجات اللي كتير من البنات مش بياخدوا بالهم منها انه الشادو لازم يكون لي نوع فرشة معينة، مش اي فرش. كمان في فرش بلندنج مخصوصة للدمج. زمان كان عادي ان الشادو يكون حاد، او انك تشوفي نهاية الشادو ابتدى فين وانتهى فين. اوكي. دلوقتي لا، دلوقتي لازم، عارفة لما تبصي كده الشادو انت مش عارفة بدايته فين ونهايته فين. مش عارفة انتهى فين، هو انتهى كده بالتدريج. يعني تقيل وتخفف بالتدريج، مش شايفة خط صريح. ظل. يعني مش شادو صريح، ظل. موجود وباين وواضح، بس انا مموهة في تمويه للموضوع. فده بيبقى بيحتاج فرشة تكون شوية فلافي، يعني تبقى سميكة ومتوزعة مش مضغوطة، ناعمة. لا، وفلافي، يعني السايز بتاعها يكون فلافي، ما تبقاش في فرش كده بتبقى مضغوطة. صح. الفرش المضغوطة دي لا، مش هتسهل عليا. بالظبط. الفرش المضغوطة دي بتنفعني في ايه مثلا؟ لو هحط جلاتر. أوكي. انا عايزة الجلاتر يبقى صريح، يبقى باين. ف
فبيبقى حلو بس في النقطه دي. لكن لو انا عايزه الشادو مدموج بختار فرش تكون شويه عريضه. ده في الميك اب التقيل بقى. احنا بنتكلم دلوقتي في ميك اب الافراح والسهرات. طب الترطيب قبل الميك اب مهم جدا. ده مهم جدا. وتحضير البشره على فكره انا دايما بنسى الموضوع ده ان لازم ارطب بشرتي قبل الفاونديشن. هو مش بس ترطيب، كمان في برودكت وسكين كير بيتعمل قبل الميك اب بيخلي شكل البشره افضل بعد الميك اب. أوكي. بيسهل علينا ان شكل البشره يبقى افضل. كمان في نقطه مهمه جدا، ما ينفعش اروح اعمل سيشن سكين كير قبل الميك اب فورا، دي كارثه وبتعرض ليها دايما مع عرايسي. انا عامله بقالي يومين سكين كير. اوكي. مش متخيله قد ايه الموضوع سيء مع الميك اب. طب كويس ان انت قلتي كده، يعني تعمل قبلها بقد ايه؟ لازم 3 اسابيع. اوكي. اقل من كده ايه اللي بيحصل بقى؟ الميك اب كانه البشره بتطرد الميك اب. يعني مش هيقعد معها مهما. شوفي انا بقولك الشركات بتنافس بعض ان الميك اب يكون تقيل وثابت. مفيش حاجه هتفضل. هيتحرك بكل سهوله كان البشره بتطرده. ده اولا مفيش حاجه هتثبت. الميك اب هيبقى في بنوته والله كان وشها محروق. يعني عملت واكس وعملت حاجات كمان. الواكس ممنوع منعا باتا قبلها باسبوعين ثلاثه ممنوع. طبعا البشره بتبقى بتتدمر وما عندكيش وقت ان البشره تتعالج. فبتيجي يوم الميك اب البشره في اسوأ حالتها. عشان كده في بنات كتير على فكره بيقعوا في مشكله ان الميك اب فجاه ساح على وشها. الميك اب مش مظبوط. ايوه دي حقيقه. كمان برضو في الصيف وفي الاجواء دي، يعني انا كنت عامله فيديو من قريب بتكلم مع البنات في النقطه دي. ما ينفعش ان انا عارفه ان انا عندي فرح او عندي مناسبه والجو يعني مش بس بيملت الميك اب، هو احنا نفسنا بنملت من حراره الجو. ما ينفعش ان انا ابقى عارفه كده وابقى طول الوقت واقفه تحت الشمس. ما هو الميك اب هيصمد قد ايه؟ لازم تكييفات وحراره كويسه. يعني انت هتلاقي اصلا في برودكت كتير من الميك اب لازم تحفظ في درجه حراره معينه. اكتر من كده انت هتلاقي الفاونديشن بيفصل. فتخيلي بقى لو حطها على بشرتك برضه هيفصل. فهو الموضوع لان دايما بيحصل مشكله مع الميك اب ارتست والبنات يشتكوا ويومي كان وحش وحصل معايا كذا وحصل. ما هو انا لازم اعمل حساب حاجه زي كده. طب هل بتتابعي شعرك برضه في الحر وفي الشمس؟ هيقعد ساعه ساعتين خلاص هيبوظ. هتيجي تدخلي فرحك بقى هتبقي متضايقه ومش مبسوطه وزعلانه ومش في احسن حالاتك. فانا احافظ على نفسي، احافظ على الميك اب، احافظ على شعري. يبقى انا دايما بحاول احافظ. بس انا شايفه ان دي بتبقى تعليمات مهمه جدا. والنقطه اللي انت قلتيها بالنسبه ليكي والتواصل مع العروسه، يعني مش فكره ان هي حجزت وخلاص ويلا هتيجي بكره. لازم يكون في تواصل بينكم وتنبهيها برضو للنقط دي. صار لازم لازم تكون عارفه لان مش كله بيعمل كده. ما هو انا بقول لك احيانا بتفاجئ وبتصدم انه الاقيها عامله قبلها بيومين. ازاي انا قايله انه ما ينفعش. فبتبقى وقتها بقى انا ببذل طبعا قصارى جهدي ان الميك اب يفضل ثابت معاها. بس انا بيني وبين نفسي عارفه انه لا كان ممكن يطلع احلى. اوكي. لولا المشكله دي كان هيطلع احلى من كده. فنفس الكلام برضو الميك اب هيفضل معاها في الشمس وفي الحر ساعه ساعتين. طيب الساعه ساعتين دول اتاثر شويه، مش كان افضل انك تبقي داخله فرحك في كامل اناقتك من غير ما الميك اب يتاثر حتى 1%؟ اوكي. على اساس انه في اخر اليوم يفضل زي ما هو. في طريقة جديدة لللابستيك منتشرة على السوشيال ميديا والحقيقة مش عجباني خالص. يعني هي انه اللابستيك يبقى طالع قوي بره الشفايف، بيتعمل بشكل 7 كده. اكيد انت شفتيها وكل البنات دلوقتي بتعمل الموضوع ده وبتحاول ان هي تقلده. بصي هرجع تاني واقول لك على حسب الشفايف. في ناس مثلا اللي هو بيقفله بيطلع قوي، ده يا ساره بيبين برضو ان هو فيك شويه. هو بيبان فيك بصراحه. ما ينفعش نطلع بزياده. يعني انا برضو ليا حد مسموح اطلع فيه. يعني انا برضو في بنات بيبقوا عايزين يكبروا شفايفهم بكبرها لهم عادي. ولكن ليا ليميت. ما ينفعش ابالغ. امتى بيبقى شكله مش لطيف؟ لما الشخص يبالغ. تمام. فانا لازم دايما انا بطلع كلنا حاجه طبيعيه. يعني احنا كلنا عندنا زي تحديده كده عند شفايفنا بالظبط. ما ينفعش اطلع عن التحديده دي. انا بطلع كده فوق التحديده مباشره. ما ينفعش ابعد عنها قوي، هيبان. من الحاجات اللي انا بشوفك بتعمليها دايما على السوشيال ميديا كورسات تعليم الميك اب. بتهتمي جدا بالموضوع ده.
كنت دايما اقول انه لا، اللي بيروح علشان يمارسوا المهنه دي ويعملوا ميك اب ويشتغلوا العرايس، بس الجديد بقى ان في عرايس نفسهم بيجوا يتعلموا ميك اب عشان بعد الفرح تبقى عارفه هي بتحط ايه على وشها. على فكره انا اغلب البنات اللي بيحبوا ياخدوا الكورس بيبقوا عايزين ياخدوا لنفسهم، مش اكتر ان هم مثلا يشتغلوا ميك اب ارتست بعدها، لا بيبقوا عايزين انا عايزه اعرف احط ميك اب لما اجي اخرج. ما هو انت مش كل مناسبه او كل سهره هتقدري تروحي الميك اب ارتست، ممكن في الايفنتس الكبيره يعني فرح مناسبة، يعني هي عايزة تتعلم. لكن لنفسها. أنا مثلا واحدة مثلا متعودة كل ويك إند أروح أسهر في مكان، هضطر كل مرة أروح لميك أب أرتست، طيب ما لحقتش برضو، الحجوزات بيبقى أحيانا في ضغط، فدايما برضو حتى لو هروح لميك أب أرتست لازم أنا أكون عارفة برضو، يعني كمان بيفرق معايا اني أعرف أختار الميك أب أرتست وإني أعرف أتفاهم معاها في اللوك اللي هنعمله سوا، لما أنا أكون فاهمة هعرف أختار. اوكي يعني بيقولي بنات برضو بنفضل نتجادل شويه في اللوك اللي هنعمله، هي مقتنعه او عايزه تعمل اللوك ده شبه موديل معينه ده كتير وهو مش مناسبها، فهي لو اوريدي فاهمه شويه هتبقى عارفه لا ده مش هيناسبني. اوكي هتساعد في النقطه دي، فهو لازم الواحد يبقى عنده خلفيه، خصوصا احنا كبنات دي يعني حاجه كده ميول عندنا، فلازم يبقى عندها باك جراوند على الاقل في الميك اب والحاجات دي. طيب الكورسات دي بتبقى مدتها قد ايه يا ساره؟ يعني من اول سيشن هي البنت خلاص بتبقى عارفه كل التفاصيل ازاي تتعامل مع وشها؟ انا بخليهم يطبقوا اوريدي اخر سيشن، لازم كده عشان ياخدوا الشهاده يكونوا مطبقين اوريدي اخر سيشن. يعني بتبقى مره واحده فقط؟ لا مش مره واحده، ده يوم تطبيق، في يوم مخصوص للتطبيق. اوكي 3 سيشنز بيتشرح لهم وبيشوفوا، بطبق قدامهم طبعا وبيشوفوا عملي ونظري. اخر يوم بقى بيطبقوا اللي هم اخدوه ده كله، بس كمان بيبقى في متابعه معاهم انه لما تروحي لا اللي انت اتعلمتيه في السيشن الاولى طبقيه وتوريني السيشن اللي بعدها عملتي ايه. من الحاجات برضو قبل ما نختم اللي بتبقى مهمه جدا وهي بقى دلوقتي جزء من الميك اب اللانسز، في بنات كتير بيجيبوا لانسز وخصوصا العرايس برضو مش ماشيه مع لون بشرتهم، مش ماشيه مع وشهم، فخلينا نتكلم كده عن البشره الفاتحه يليق معاها لون ايه، العروسه تجيبي لون ايه، البشره الغامقه، البشره الخمريه. بصي هو كمان الموضوع بيبقى اذواق، وعايزه اقول لك نقطه مهمه جدا. انا كان عندي مره عروسه كده كانت باربي جميلة جدا وملامحها رقيقة قوي قوي، لدرجة ان انت لازم تكوني حريصة جدا جدا في الميك اب اللي بتحطيه، كل خطوة مدروسة جدا. اوكي لان المبالغة هيوديها في مكان تاني خالص. المبالغة مع الحلوين بتوحشهم جدا فوق ما تتخيلي، فانت لازم تكوني حريصة جدا. البنت مصممة تحط كحل غامق تحت عينيها. اوكي طبعا كحل اسود غامق هيضيع الرقة دي كلها. أوكي. فهي في الاخر هي ما ارتاحتش غير لما عملت كده على فكره، برضو ما ارتاحتش، ما قدرتش تنزل غير لما عملت كده. ففي الاول في الاخر بيبقى الموضوع راحه نفسيه. اوكي فهي لازم يبقى فيه، عارفه انت لو عامله لوك رهيب بس انت مش حباه ومش واثقه في نفسك فيه مع اول تعليق حد مثلا مش عاجبه، وانت بتشوفي طبعا ده كتير، هتلاقيكي تهزيتي، لا انا مش عاجبني شكلك حلو، لا انا مش عاجبني شكلي، غير التوتر بقى اللي بيبقى في اليوم ده اصلا الواحد بالظبط. فاحنا برده ايه الحاجات دي بتبقى اذواق، ولكن انا برده ايه بشوف اللي يناسبني، خصوصا في انا يعني بحب جدا المناسبات الخاصه اللي هي مع العمر، هرجع اتفرج على الصور. المناسبات دي ليها معنى عندي ومهمه اني احافظ على ملامحي الاصليه. أوكي. لان الترندز والميك اب زي ما شفنا بيتغير على مدار السنين بيتغير، لما اجي ارجع اشوف صوري ما بقاش كرهاها، ما بقاش ايه اللي انا كنت عاملاه ده، انا ازاي يعني فكرت كده، انا ازاي حطيت اللون ده، ما كلنا بنتعرض كده قطعت صور فرحها كلنا مش حباها لانه وقتها كانت الموضه مش حلوه. فانا دايما ما اعملش حاجه موضه في وقت مناسبه خاصه. اوكي ساره بدر خبيره التجميل نورتيني يا قمر، وان شاء الله نجدد لقاءاتنا مره ثانيه. ان شاء الله مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع لكم مره ثانيه، انتظرونا. Thank you.